انا اسوي همبرجر دجاج. شوف كيف اسوي همبرجر دجاج. طيب هذا الدجاج نص كيلو. طيب ثلاثة أبطوم وهذا بصل. طيب شوي هذا فلفل رومي أحمر. ما في زيادة بس هذا نص. هذا اسمه سلري ستيك. حصل اي محل خضروات. شوف هذا كيف سوي هناك. هذا الدجاج هذا فخذه تشيست. هذا مفروم. طيب انا اخلي هذا هذا خلي مرتين. انا مو مفهومين. فلفل ابيض بودرة. هاي كمون بودرة. بودرة حليب. طيب هذا منها. هاي طحين ابيض. طيب هذا بريد كرمز. شوف طيب اول شيء ركب هذا شوي فلفل ابيض. هذا كمون. كمون خلي كده. هذا ملح. سوي هذا مش شغل كده. هذا بودرة حليب 50 جرام. طيب نص كيلو دجاج 50 جرام حليب بودرة. خلي هنا هذا الطحين ابيض. خلي هذا شوي كده بس اثنين مرة. هذا بريد كرمز. شوف خلي هذا شوي جيت. طيب هذا خلي شوي جيت. خلي شوف هذا بلاستيك. طيب خلي هيك كده شيل الدجاج. خلي
خلية بلاستيك كده. هذا جاهز طيب انا اكمله خلاص مبرقع جاهز شيلها زي ما يونيش شوي شوف همرق الدجاج جاهز طيب مثلا انت تسوي همرق الدجاج همرق لحم نفس البهارات طيب نفس تسوي خلاص ان شاء الله يجيني مره ثانيه وتسوي اكل ثاني جديد طيب سلام.